السلام عليكم الاخوه، اليوم معنا فيديو جديد مع مجموعه ديال الهواتف ديال سامسونج، الهواتف المستعمله. كيف ما كتشاهدوا معنا، الهاتف الاول اللي معنا سامسونج A40 فيرسيون ديال 64 جيجا و 4 جيجا في الرام. هذا الهاتف هذا فهو كيجي بشارجور ديال تايب سي. الثمن ديالو الاخوان هذا باش كيتباع في المحل مستعمل فهو كيدير ما بين 1000 درهم حتى 1200 درهم على حساب النقاء ديال الهاتف. الى كان الهاتف بحال هذا الشكل هذا فهو الثمن ديالو كيدير 1100 درهم. هذا الثمن ديالو 1100 درهم، 22000 ريال. سامسونج A40 64 جيجا و 4 جيجا في الرام. ليكرون ديالو فهي اموليد، شي حاجه اللي هي مزيانه كيف ما كتشاهدوا معنا. هواتف ديال اوروبا. عندنا الهاتف الثاني سامسونج S9 بلس الغنيه عن التعريف، تجيب شارجور تايب سي، فيرسيون ديال 6 جيجا في الرام و 64 جيجا في الميموار ديالها. ليكرون اموليد كيف ما كتشاهدوا معنا. باتري فهو كيجي ب 3500 ميلي امبير في الباتري ديالو. الثمن ديالو الاخوان هذا في المحل باش كيتباع ما بين 1500 درهم حتى 1800 على حساب النقاء ديال الهاتف. الا كان نقي بحال هذا الشكل هذا فهو يقدر يوصل 1800 درهم 1900 درهم. هذا هو الثمن الحقيقي ديالو باش كيتباع في المحل. هاتف مزيان ديال برا، ليكرون ديالو فيه اموليد، شي حاجه اللي هي مزيانه. عندنا الهاتف الثالث اللي معنا سامسونج G76 فيرسيون ديال 16 جيجا و 2 جيجا في الرام. الشارجور اللي كيجي فيها فهو V8 الشارجور العادي. الثمن ديالو الاخوان هذا فهو تيدير ما بين 600 درهم حتى 700 درهم على حساب النقاء ديال الهاتف. فيرسيون 16 جيجا و 2 جيجا في الرام G76 2016 فاش خرج هذا الهاتف. هذا هاتف كيجي بجوج ديال لو بوس، فيه جوج ديال لي كارت بلس لا كارت ميموار. عندنا الهاتف الثالث اللي هو سامسونج G7 برو الفيرسيون الثانيه ديال هذا الهاتف اللي خرجت في 2017، هي هادي الهاتف اللي خرج موراه. هو هذا حتى هو ديوس، كيجي بجوج ديال لي كارت سيم بلس لا كارت ميموار. شارجور ديالو V8. هذا الثمن ديالو الاخوان فهو كيتباع ما بين 700 درهم حتى 800 درهم على حساب النقاء ديال الهاتف. كل هاتف وعلى حساب النقاء ديالو، واش مازال نقي، واش مكرفس، واش G7 برو. هذا ما كيتحلش، هذا كيتحل من ليكرو. جوج ديال لي كارت سيم بلس لا كارت ميموار، هاتف مزيان. الهاتف الاخير اللي معنا اللي هو سامسونج A22 الفيرسيون ديال 5G هو هذا، تيجي ب 128 جيجا و 4 جيجا في الرام. لامبرينت البصمه كتجي ليه في الجنب. شارجور ديال تايب سي، ليكرون اموليد. الثمن ديالو باش كيتباع الاخوان هذا في المحلات على حساب النقا ديال الهاتف فهو كيدير ما بين 1700 درهم حتى 1800 درهم، ما بين 34 حتى 36000 ريال. A22 5G في الريزو ديالو، 128 جيجا في ستوكاج ديالو في الميموار و 4 جيجا في الرام. كيف ما كتشاهدوا معنا، الهاتف كيجي بجوج ديال لو بوس، جوج ديال لي كارت سيم بلس لا كارت ميموار. هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش البارطاج باش كلشي يعرف الثمن الحقيقي ديال الهواتف. الى اللقاء، فيديو جاي ان شاء الله.